وحول الدور المصري تجاه الأشقاء بقطاع غزة، أكد مدبولي أن مصر ودورها الكبير والمحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تلك الأزمة العالمية واضح تماما. وأضاف مدبولي أن العالم كله يقدر هذا الدور الكبير الذي تلعبه مصر في هذا الشأن. مصر ودورها الكبير والمحوري بقيادة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع هذه الأزمة العالمية الغير مسبوقة واضح تماما، والعالم كله بيقدر هذا الدور الكبير جدا اللي مصر بتلعبه النهاردة في هذا الشأن. وإن شاء الله بإذن الله إحنا لن نتأخر أبدا، وحتستمر هذه المساعدات على مدار اليوم والساعة لأهالينا الحقيقة في قطاع غزة. ده بالإضافة إلى إن إحنا النهاردة الحمد لله برضو بنستقبل بصورة منتظمة الجرحى واللي بيحتاجوا لأي تدخلات طبية النهاردة بقدر الإمكان طبقا للظروف وما ما تسمح به بأن هم يدخلوا، وبنحاول بقدر الإمكان أن احنا أيضا ندخل كل المستلزمات الطبية اللي هم عايزينها. الموضوع الحقيقة طبعا على قدر عظم المشكلة والتحدي على قدر أيضا وقوف مصر فيه، والدولة المصرية قيادة وحكومة وشعب الحقيقة كلها بتقف مع أهالينا في قطاع غزة. وأعتقد مرة أخرى يعني التحدي الكبير اللي موجود النهاردة